يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير عليه. طيب يا صباح الفل، اتفضل يا حبيبي. يعني سمعت البنات التسجيل؟ هايل يا سوني، عشان ما يبقاش عندهم شك اللحظة. يشكوا في ايه بس يا وجيه؟ بناتي واثقين فيا. اسف يا سوني، بس بعد اللي باباهم عملوا اكيد ما عندهمش ثقة في حد، ثقتهم مهزوزة. عندك حق. طب قولي لي بقى يا ست البنات، انت ناوية على ايه؟ انا مش شايفة حل غير الطلاق، مش عارفة أنا صح ولا لأ. أنا مش عارف أصلا، الموضوع يحير بصراحة سونيا. أنت عارف أنا بحب رفعت قد إيه، يعني ده حبيبي ده أخويا، بس بصراحة أنا كمان بدأت أحس إن مفيش حل غير الطلاق. لحظة واحدة. إيه ده؟ ناجي؟ إيه في إيه؟ هو ايه اللي فيه؟ ايه؟ عايزه اتكلم معاك شويه. هاي ماجي، ازيك؟ هاي يا سونيا، عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله. انا اسفه، شكلي كده جيت في وقت غير مناسب. لا خالص، انا بس كنت عايزه افضفض شويه فقلت انزل لواجيه، بس انا كده كده كنت طالعه. يلا باي. هرجع اكلمك. ها باي باي. في ايه يا ماجي؟ تاني في ايه؟ عادي يعني، عايزه اتكلم معاك شويه. وبعدين مالك شكلك متضايق قوي كده ليه؟ يا ستي مش متضايق، بس ايه بقى المهم اللي خلاك تيجي لغايه هنا؟ اكيد يعني حاجه مش عاديه، ففي ايه بقى؟ هو انا يعني عشان اتكلم معاك لازم يكون في حاجه مهمه؟ والله ما كنتش اعرف ان انا تقيله عليك قوي كده. انا ماشي. لا استني، انت فاهمه غلط، انا هفهمك. بالعكس يا وجيه، انا اول مره افهمك صح. أنا قلت أجي أشوفك وأطمن عليك. ربنا يخليك أوي. مش عارف أقول لك إيه، بس البنت اللي نزلت الفيديو دي عمالة تنزل في بوستات، وأنت مش بتفكر تطلع تقول حاجة؟ هطلع أقول إيه؟ خليني ساكت أحسن. طب عايز أقول لك يعني بلاش تحتك بسونيا. سونيا الفترة دي الأحسن ليكوا انتوا الاتنين إن الكلام يخف ما بينكوا خالص. رفعت أنا ما قلتلكش حاجة، ها؟ بس صدقني هي محتاجة تهدى. هو كان حصل موقف كده امبارح وأنا اتصرفت فيه غلط، نفسي إنها تسامحني. يا عم مش وقته، نصيحة من أخوك بلاش تتكلموا مع بعض خالص، سيبها تهدى. من الآخر يا رفعت، سونيا نزلتلي النهاردة واتكلمنا مع بعض، الدنيا مش كويسة خالص، يعني حاول تفوت النهاردة وبكرة الصبح. أنا كنت ناوي أخش الأوضة وأتكلم معاه شوية. هادي بقى هتبقى غلطة عمرك، أوعى رفعت. يا ابني اسمع كلام أخوك. حاضر، اللي تشوفه. حفظتهم كويس؟ أنت هتشوف بنفسك. الكلام لازم يكون مقنع يا فاروق. يا باشا انا مخرج وسيناريست قديم. ما هو ده اللي مخوفني. عارف ليه؟ عشان لو كنت انت جامد في اي حاجه من دول كان زمانك بتحضر مسلسل لرمضان، مش قاعد بتحكها معايا في كام الف. لا انا ما بحبش بقى الهزار ده. ومين قال لك ان انا بهزر؟ انا بتكلم جد على فكره. اعقلها كده، فكر فيها معايا، هتلاقي كلامي منطقي. فتفضل بقى سمعني هيقولوا ايه. سمعني. هتشوف هما بيصوروا، بس المهم دلوقتي عايزين نغير الخلفيات اللي هيصوروا عليها عشان ما يبانش هما فين بالظبط، ولا ان التصوير تم هنا. تمام، اشتريت. حلو ده. المهم بقى فاروق، أول ما الفيديو يخلص عاوزه ينتشر انتشار سريع كده. لا ما تقلقش من دي بقى، الفيديو أول ما هينزل هينزل على جروبات الراغي والهاري بتاع البنات، وانت عارف البنات بقى ما بيتوصوش. طب يلا بينا. يلا بينا.
تعالى بقى اوريك الخلفيات اللي انا عملتها لك. كتفك شويه يا حبيبتي كده، كتفك شويه. دي الخلفيه الاولى. تمام. ودي الخلفيه الثانيه. وهنا بقى هنعمل الخلفيه الثالثه. عظيم، بيرفكت. يلا اشتغل اشتغل يا بنتي. كشري شويه واحنا بنعمل اعلان معقول اسنان. انت متحرش بيكي يا حبيبتي، يعني في ماساه، عيشي الماساه. يلا تاني من الاول. متقصري؟ حاضر. اتقصري ولمي شفايفك دي. اكشن. انا كنت بشتغل في مكتب في شركه تسويق، وكان دكتور رفعت دايما بيتردد على الشركه. وفي يوم كنا بالليل، وقتها مديري وشريكه خرجوا يجيبوا حاجة وتأخروا من بره. فجأة وهو قاعد معايا في مكتبي وإحنا لوحدنا، النور قطع والدنيا ظلمت. وقتها قمت عشان أجيب أي حاجة أنور بيها. حسيت بإيد بتحضني من عند ظهري، وحد بيشدني، وكان عايز يبوسني. ببص قدامي لقيته دكتور رفعت. هايل، حلو التك ده. ده حلو قوي 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 كمان. لا والقصه تحفه. مش بقول لك سيناريست قديم يا عم؟ اخلص اللي بعده. هايله. يلا يلا. ها جاهزه كمان انت ولا ايه؟ قول يا رب. أكشن. انا كنت شغاله كاشير في سوبر ماركت جوه بنزينه، وكان الراجل اللي هو اسمه دكتور رفعت الصناديلي ده، كان كل ما يجي لنا واجي اديله الفلوس يقوم لامس ايدي. يا ساتر يا رب. وكررها اكتر من مره. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. شوف بقى هنا التأثر، هنا قلبك هيوجعك. فاروق انا مش عايز مالي، اخلص. هتشوف. يلا أكشن. أنا كنت طالبة في الجامعة اللي هو بيدرس فيها، كنت يعني عادي راح أسأله شوية حاجات مش فاهماها، وفجأة كده لقيته بيبصلي بصات غريبة جدا، لدرجة إنه كان بصاته دي كانت هتجردني من هدوم. بجد كان إحساس بشع قوي، لدرجة إن أنا كنت هعيط قدامه. كات. إبداع. مرضي؟ مرضي. ده أنا كنت هعيط يا اخي. ده انا اللي عايز اعيط منك. وانتوا كمان وحشتونا قوي. والله انا متفاجئه ان انتوا جيتوا الصراحه. يعني ليه يعني؟ يعني ناس في ظروفكم دي يا دارا بصراحه. لا ظروفكم اليومين دول صعبه قوي. تعالوا نغير الموضوع بقى. والله انا مش قصدي حاجه، بس انا ما كنتش اعرف ان سيلين ودارا جايين. يعني انا ابويا قال لي ما اعرفهمش تاني. سوري نو اوفنس. ما تبصيليش يا سيلين، احنا اصلا مش صحاب قوي يعني، فمعلش انا هقوم. اه خديني معاك يا دودو، انا كمان القعده دي مش مناسباني. فطبعا هو ابتدى يصعب عليا، خصوصا وهو قاعد كده مكتئب ولا بينزل ولا بيشتغل. اه هبقى كذابه لو قلت لك مش صعبان عليا. دي دارا. اي حبيبتي. ايوه يا مامي. ايه في ايه؟ مال صوتك يا دارا؟ مامي انتي وبابي لازم تتصالحوا. اشمعنى يا دارا؟ لما اجي هقولك. طيب يا حبيبتي هستناكوا في اوضتي. طمنيني بس يا دارا، ايه اللي حصل؟ لما اجي هحكي لك يا مامي. اوكي روحي. باي. ايه بقى اللي حصل؟ هنحكي لك. ايه يا عم فاروق؟ ساعة عشان ترد على امي؟ ده لا اهدى بلا زفت. لا 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 بقول لك ايه انا راجل مجنون يا سيدي، ازعق؟ انا حر. خلينا في المهم. الفيديوهات تنزل دلوقتي. لا مش هستنى للساعة 6. تنزل دلوقتي مش كمان ساعة. اه بقول لك ايه، من غير ما تفكر، انت المطلوب منك ابلود وبوست. اول ما تنزل الفيديو تبعت لي اللينك. الزفت اللينك يجي لي اسرع حاجة. يلا.
أنا متفهمة الموقف السخيف اللي تعرضت له، بس أنا مطلوب مني إيه دلوقتي؟ المطلوب منك إنك تساعدينا، إن ما نخليش حد يشمت فينا. إحنا نطلع دلوقتي لبابي وتتكلموا وهو يعتذر لك. أيوة عشان خاطري يا مامي، عايزين ندي بابي فرصة تانية لو بتحبينا. احنا عايزينكم تتكلموا مع بعض، عايزينكم تنقذونا من اللي احنا بقينا فيه ده. انا كنت بحب بيتنا قوي، بس مش هو ده البيت اللي انا كنت بحبه يا بابي. مش هو ده البيت اللي انا بحس فيه بالامان ان انا مطمنه. بيتنا بقى ساقع. احنا اسفين ليكم يا بنات، اسفين جدا ليكم. اتكلم يا رفعت، انا سامعاك. انا مش عارف ابتدي منين، لكن هبتدي من كلمه اسف. اسف لنفسي قبل اي حد فيكم، لان انا اكتر واحد اتضرر بسبب الموضوع ده. انا اكبركم سنا، عشت سنين عمري كله أبني في اسمي سمعتي وسيرتي، وفجأة راح كل ده. نمت وصحيت لقيت نفسي شخص تاني بسمعة تانية خالص. ربنا يسامحها بقى اللي فضحتني، ربنا يسامحها، بس هي معذورة فعلا. وانا غلطت، غلطت غلطه كبيره، مش حاضر انكر. في نفس الوقت اتعلمت ان الدنيا صعبه. في لحظه معينه الانسان ممكن يغلط غلطه صغيره، بس بتبقى اصعب كتير من غلطة كبيرة. لو سد ربنا كشف. شوفي مين يا سليم. سليم فين؟ ايه يا ودي؟ في ايه؟ كارثة، كارثة يا جماعة. في ايه تاني؟ في ايه؟ أنا مش عارف أتكلم. شوفوا انتوا، انا كنت شغاله كاشير في سوبر ماركت جوه بنزينة، ولما كان الراجل اللي هو اسمه دكتور رفعت الصناديلي ده كان بيجينا، كنت كل ما اجي اديله الفلوس يقوم لامس ايدي. يا ستر يا رب، وكمان كررها اكتر من مره. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه كنت طالبه في الجامعه اللي هو بيدرس فيها، كنت رايحه عادي اساله عن شويه حاجات مش فاهماها. الكلام ده كده كأنه بيجردني. والله عظيم، ما انا لا بجد كانت بشعه قوي. لا الكلام ده مش حقيقي. والله العظيم الكلام ده ما حقيقي. انا كنت بشتغل. الكلام ده مش حقيقي يا وجيه. يا خساره يا رفعت بجد، خساره يا وجيه. رفعت من فضلك بلاش نتكلم مع بعض اليومين دول. والله العظيم ما انا يا بنات، والله العظيم ما انا، صدقوني والله العظيم ما انا يا ناس، والله العظيم الكلام ده كده، الكلام ده كده كدب يا ناس، والله العظيم كدب كدب. استني يا مامي، بتعملي ايه بس؟ بعمل ايه؟ ما هو انا استحاله اقعد في البيت دقيقه واحده. يا مامي، بابي بيقول ان ده ما حصلش، فارجوكي ما تاخديش اي رد فعل غير لما نتاكد. نتاكد من ايه؟ ها؟ هو اصلا اللي حصل ده متوقع؟ هو يعني انتوا متوقعين ان هو هيتقفش من اول مره؟ استنوا، فيسبوك بعت لي نوتيفيكيشن ان بابي طلع لايف. أنا بطلب من كل الناس ومن أصدقائي إنهم يشاروا الفيديو ده على أوسع نطاق، لأنهم ممكن ينقذوا سمعة إنسان وأسرة بالكامل بشكل أو بآخر. أنا الدكتور رفعت جمال الصناديلي، دكتور التسويق اللي موقوف عن العمل وموقوف عن الحياة بسبب خطأ سخيف
هلا يوقف الموقف ده؟ أنا رفعت اللي نسي في لحظة إن عنده أحن وأجمل بنتين وأعظم وأطيب زوجة. أنا الشخص اللي ظهر في الفيديو سخيف وهو بيتعامل بقلة ذوق وعدم احترام وعدم أخلاق، وبيجري ورا إنسانة محترمة وبيحاول يكلمها لمجرد إنها اتعاملت معه بذوق، ابتسمت له. معرفش اللي خلاني أتصور إن مجرد إني معجب بيها وإنها ابتسمت لي إن من حقي إني أزعجها بالشكل المؤسف ده. أنا غلطت وغلطة كبيرة أوي، متحمل مسؤولية للآخر، متقبل عقاب المجتمع مهما كان، عقاب الجامعة اللي بشتغل فيها، عقاب أسرتي، أي عقاب يحصل ده حق. ولا غلط لازم يدفع الثمن، بس مش هقبل في وسط كل ده ان انا ابقى سائل على الناس يتاجروا بيها ويبقى اللي ما يشتري يتفرج فيتلفق ويتكذب ويتعمل فيديوهات يتقال فيها ان انا اتحرشت بفلانه او بعلانه مره في سوبر ماركت ومره في مكتب. وانا بقول لكل اللي بيسمعوني دلوقتي اقسم بالله العظيم ما حصل، وانا من خلال الفيديو ده بتقدم ببلاغ للسيد النائب العام انه ينقذني وينجدني من ظلم بعض الناس وقلة ضميرهم، وانا مش هسكت وهدافع عن نفسي ضد اي ظلم بتظلمه. شفتي يا مامي؟ مش قلتلك؟ وانا المفروض اصدق الكلام ده؟ ايوه يا جي. اي سوني، بقولك انا عاوزك تنزلي لي حالا. ها حالا. اوكي. يا مساء الخير. بقول لك اي حد يسالك على موضوع فيديوهات البنات ده قولي انك ما تعرفيش اي حاجه، وانت اصلا ما تعرفيش اي حاجه. اصل رفعت هبل وعمل فيديو كده بينفي التهم دي عنه، فانا قلقان بصراحه بقى للبنات دي، حد يجيبها حد يشدها ويتمرمطوا، وانا ضميري مش هيسمحني خالص. فاي حد يسالك انت ما تعرفيش اي حاجه، انت ما تعرفيش اي حاجه. اوكي، مع السلامه.